غادي نكملوا الدرس ديالنا على لي كوليكسيون. النوع الثاني اللي غنشوفوه هو لا كوليكسيون ديكو. دونك بالنسبه لهاد لا كوليكسيون ديكو هي نوع خاص اللي كاين في بيتون سورتو في الموديول كوليكشن، يعني حتى هو خصنا نجيبوه من هاد لو موديول كوليكشن، وهو نوع خاص ديال لي ليست، يعني ما غاديش نفرقوا بينه وبين الاستخدام ديال ليست عاديه الا من حيث لا كومبلكسيتي تمبوريل، بحيث انه هاد ديكو دارت خصيصا في الحالات اللي كيكون فيها الاستخدام ديال لاجو ولا سوبريسيون بكثره. هادشي اللي مكتوب هنا. دونك ديكو اي بريفيري ا اون ليست دون لو كا او نو افون بيزوان دوبيراسيون داجو و دو سوبريسيون بلو رابيد ا بارتير دي دو اكستريميتي دو كونتينر. يعني الا كان عندنا واحد الكوليكسيون حنا عارفين مسبقا اننا غنحتاجو ناجوتيو ليها من الاخر ومن الاول بزاف ديال المرات، وكذلك غنحتاجو اننا نديرو عليه العمليه ديال لا سوبريسيون في الاول ديالها ولا سوبريسيون ديال داكشي اللي كاين في الاخر ديالها بكثره، هادو هما العمليات اللي غنحتاجو نديرو. فهنا كيكون الاستخدام ديال ديكو احسن من الاستخدام ديال ليست. حنا في لو كود بيتون راه كيخدمو بجوج، ولكن في كوتي كومبلكسيتي تمبوريل يعني الا غنجي نحسبو الوقت اللي غادي نحتاجوه باش يوقعوا هاد العمليات، وحنا كمبتدئين في لابارتي الغوريزميك ما دويناش على لي كومبلكسيتي. علاش؟ لاننا باقي كنصاوبو غا الغوريزم صغير وما ما كيبانش لينا هاد لا نوصو هادي دو كومبلكسيتي. ان شاء الله من بعد غتزيدو نتوما تعمقوا، وحنا حتى الى جابتها الوقت غادي نشرحوا شنو هي هاد لا كومبلكسيتي ونعطيو عليها حتى كيفاش كتحسب اكسيتيرا. المهم دابا اللي خصنا نفهمه هو ان اي حاجه او اي بروغرام كيتورني ضروري خصو واحد الوقت باش يسالي. فحنا هذاك الوقت اللي كيسالي هو اللي كنسميوه لا كومبلكسيتي تمبوريل. الالغوريثم اولا لو بروغرام كلما كان سريع الا وكان احسن. هنا ملي كنبغيو نديرو لانسيرسيون فواحد لا ليست عاديه، نعطيو مثال هنا في بيتون، مثلا عندي هاد لا ليست هادي فيها مجموعه ديال الاشياء، تخيلوا عوض ما يكون فيها غير هاد الربعه فيها 4000 ولا مليار ولا مجموعه كبيره، يعني هاد لا ليست كبيره. الا حنا بغينا ناجوتيو ليها هاد العدد في الاخر ديالها غنستخدموا لا ميثود ابند كما عارفين، واللي ما عارفش غيضطر يرجع للكور ديال لي ليست. بالنسبه لهاد ابند قلنا غتزيد لينا هذا في الاخر، لانسيرسيون على فحالها سهل كتاجوتي ليك في الاخر وصافي. ولكن الا كنتي باغي تزيد واحد العدد في الاول ديال لا ليست ممكن تستخدم ميثود انسرت اللي كتقبل لك لا بوزيسيون الاول، عنده دائما لا بوزيسيون زيرو، وكتعطيها البارامتر الثاني هو اشنو بغيتي تخبي في هاد لا ليست. للاسف حنا هنا كما عارفين في الالغوريثميك كيوقع واحد لو ديكالاج ديال كلشي باش نقدروا نخويو البلاصه لهاد العدد الاول اللي بغينا اننا نحطوه في هاد البلاصه. فتخيلوا عندنا واحد مليار ديال المعلومات اللي كلهم غادي خصهم يكحازوا يوقع لهم ديكالاج باش تشيط لينا البلاصه الاولى نحطوا فيها العدد الجديد. اذا هاد لانسيرسيون او ديبي في الاستخدام الا كنا خدامين بليست عاديه ضروري غتاخد شويه د الوقت. ونفس الحاجه بالنسبه للعمليه العكسيه اللي هي لا سوبريسيون. الا كنتي بغيتي تسوبريمي شي حاجه من الاخر عادي كتمسحها من الاخر نيشان، ولكن الا كنتي غتسوبريميها من الاول فانت ملي غتكون حيدتيها اذا بحال غتكحز هادو في واحد لو ديكالاج اللي كيتسمى ديكالاج اغوش، كل 15 خصها تجي في بلاصه 12، 16 تجي في بلاصه 15، و 18 تجي في بلاصه 16، وهكذا يعني غتاخد شويه الوقت. هنا وتخيلوا معنا ان هاد العمليه غتكون مكرره دائما محتاجينها، فداك الوقت غادي يزيد يكبر، وبيان سور غيزيد يكبر كلما لا ليست كانت كبيره. لذلك هما اختاروا لينا هاد لا كوليكسيون هادي اللي سميتها ديكو. ديكو الا بغيتي تخدم بها ما غاديش تخدم بها مباشره كيما خدمتي بلي ليست، اضطر تعيط عليها من لو موديول كوليكشن. وهنا مثلا نقدروا نكريو ال من هاد لا كلاس اللي هي نوع خاص من لي ليست. مثلا هنا كريت انا ال خاويه. اللي غيجي جديد دابا هي ان هاد ديكو ما بقاتش عندها غير ابند بوحدها، ولات عندها ابند اللي كتمكنني انني اجوتي شي حاجه في الاخر ديال هاد لا ليست،
وكذلك تزادت فيها واحد لا ميثود جديده اللي سميتها ابند ليفت، اللي كتمكنني انني ناجوتي شي حاجه في الاول ديال لا ليست بدون ما يكون عندي الوقت او لا كومبلكسيتي طومبوريل كبيره. يعني الا كانت لا ليست خاويه وبغيت ناجوتي فيها 180 في الاول، هذاك الوقت اللي غادي نحتاجوه هو نفسه الا كانت عندنا واحد لا ليست اللي فيها عدد كبير ديال المعلومات واستخدمت ابند ليفت باش ناجوتي 180 في هاد لا ليست. هادي هي اللي دوينا عليها هنا في الكورس سميناها لو بوزيتو دو ان. هاهي هنا غنكون دايرينها في لا غومارك، كنقولوا لا كومبليكسيتي طون ايغال ا بوزيتو دو ان سينيفي كو لو طون نيسيسار بور اجوتي ان اليمون او ديبي دو لا ليست نوغمونتورا با، يعني الوقت اللي كنحتاجوه باش ناجوتي واحد العدد في الاول او ماشي حاجه ماشي بالضروري عدد في الاول ديال واحد لا ليست من هذا النوع ديال ديكول هو ما كيكبرش، ميم سي سيت ليست ا دي ميلي او دي مليون دي ليمون، هو يعني ما كيكبرش واخا تكون لا ليست فيها اعداد كبيره او الاشياء كثيره. اذا هنا كيبقى عندنا كومبلكسيتي طومبوريل صغيره بالمقارنه مع ليست عاديه. كخلاصه ديكو وليست بحال بحال من ناحيه الاستخدام، هما بجوجهم دي ليست، غير الا جينا نحسبوا لا كومبلكسيتي طومبوريل ديال الالغوريثم اولا لو بروغرام اللي خدام ديكو واللي كيخدم بزاف على العمليات ديال لاجو في الاول وفي الاخر ديال لا ليست، او العمليات ديال لا سوبريسيون في الاول او في الاخر ديال لا ليست، غادي يكون هذا البروغرام اللي اختار انه يخدم بديكو اسرع بكثير من لو بروغرام اللي اختار انه يخدم بليست عاديه. علاش؟ لانه ديكو كاينه عندها دي ميثود خاصين اللي هما تصاوبوا باش ينقصوا هذا المشكل ديال التعطال، واللي هما ابند ليفت بخصوص انك لو بغيتي تاجوتي شي حاجه في الاول ديال لا ليست، ولا البوب ليفت اللي كتمسح الحاجه من اول لا ليست. وبقات ديكو محتفظه على الابند وعلى البوب اللي كاينين حتى في الليست العاديه، وكاين عندها اوسي لا ميثود كلير اللي كتخوي لينا توت لا ليست ديكو دقه واحده. دونك بخلاصه هادشي اللي كاين عندي، وهذا هو الفرق اللي كاين ما بين ليست عاديه وما بين ديكو. انت كبروغرامور ديال بروغرام سامبل ما غيبانش ليك شي فرق الا مشيتي حسبتي لا كومبلكسيتي طومبوريل، او الا رديتي البال انه فاش تكون عندك هنايا هاد لا ليست دو تيب ليست عاديه، انت الا درتي ليها ال بوين عيطي الابند غتلقى غير ابند هي اللي كاينه. اما الا جيتي ديكو ملي ديك الساعه كتبغي دير ابند كيعطيوك الاختيار ما بين جوج ديال لي ميثود، وكذلك في الحاله ديال بوب، يعني كتشوف بان هاد لا كلاس ولا هاد لا كوليكسيون ديكو تزادوا فيها دي ميثود جداد اللي بيان سور كي قلنا الهدف ديالهم هو التقليص ديال لا كومبلكسيتي طومبوريل.